بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: المتصل، وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. وصل سلم قل ما على وصن أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، وبعد أن حدثني تبسم. وما بسمع كل راوي يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم. وما بسمع كل راوي يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل. وما بسمع كل راو يتصل، وما حديثك بسمع كل راو بسبب سمع كل راو، راوك استئنو كم قلي شيخي سي درتت كحريري، سناده سنتك كحريري للمصطفى إلى المصطفى اللي يجار يفل المتصل متصل. وعن كسوة النوعية حديثك، وعن حسن لذاته حسن لغيره، ضعيف ك ما لم تجتمع فيه صفات القبول، وحديث كيس ان صارورين صفات القبول، وعن شقنا صفات القبول كل حين هاي اتصال السند، عداله الرواه، عدم الشذوذ، عدم العله، اتصال السند يا عداله الرواه يا ضبطهم يا عدم الشذوذ يا عدم العله يا العاضد عند الحاجه اليه، نركب الوبه هذا حوتيه من الهليكوبتر. مرفوع كحشي وحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام لو تيري سند كي صحيح كحشي ووحي تابع لو تيري مسند كحشي مسند وحديث ك سند كي صحيح النبي قال لو تيري عليه الصلاة والسلام متن قوي النبي قال لو تيري عليه وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سند كنا وين حديث سيدنا وسكر قوين كاو حاليا مسند بليله انت مركو الشيغي مصنف رحمه الله تعالى ويحكو حتشي نوع اللي هذا المتصل مركزو هي متصل كوحوي حديث كو السنة كي صحريري نبي كان عليه الصلاة والسلام لو تيري داي وما بسمع كل راو يتصل اسناده حديث كا سنة كي صحريري يضع راوك استكم غلي شيخي سي للمصطفى الى النبي قال يجاري فالمتصل هو متصل ولو نغدية مركع شيخي هل كان ولو قبصة ولو قبصة سأل الله واحد الويل ومحيكو قال دوينهين متصل كي مسنت داي واحد هذا صلاة هين مسنت وحديثك سنة كيس أحريري متنقي سنة النبي قال له تيلي عليه الصلاة والسلام مركع سيوم متصل كينا واحد وحديثك سنة كيس أحريري للمصطفى النبي قال له تيلي عليه الصلاة والسلام سو اسكو من ماي نغون الله يله ها وها مالك الشيخ لو قب صدق انت كلا واسحنت هاي وها خلت وها ويا للمصطفى النبي قال له تيلي عليه الصلاه والسلام تابع له الانتقاد بل حديثك متصل كا وها وي وحديثك وسند كيس حريري سند كيس حريري متنك انا ادي دونت الله تيلي متنك النبي قال الله تيلي عليه الصلاه والسلام اما الله تيلي تابعي أما هلوتي للصحابي ما سندك كلي على إيجي حديث كان متصل كأي وحديث كسنة كيس حريري ما تنجي سعدي دون طلعت ها بس هو كلا دويني ويوم سنة كلا بام ميلود بلقي إيجي ما تنجي وأنا حرير سنة كون النبي قال لوتي عليه الصلاة والسلام هذا هو المسند متصل كنا سنة كلي على إيجي سنة كون حريره ما تنجي أنا هذو دونس النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع كهرية ما تنقى بس بالإيدي طي صدح وانا يسألنا مرفوع يمس ندي متصل وقع أربضة أو إسكد حق الله قشا سنة الكتري لكن هو يفضو ده مرفوع ما تنقى بس بالإيدي ما تنقى هدين النبي عليه الصلاة والسلام الله تيري أو مرفوع ما تنقى سنة كو حق قال قونا ده حريب سنة هدي السنة كي حريب سنة يعي ما تنقى أن النبي عليه الصلاة والسلام الله تيري هو مسند مرفوع نمدي مسند نمو كدر صد
هدي أمتي هدي سنة ككلية حريرة سنة كو حريرة ومتصل متن عدة دوتالاتي لي ساسي كلي وحي مرك وما بسمع كل راو وما حديثك يتصل حريره اسنده حقا يعني مركا للاقبين ايو قبايقا وحال ليس لها الهاتف ذا إلا يلصي صفو لكرا نحوهان يا إعرابهان كا ماذا موصول هذا سلالة دينا نقول دينا قدال وقيا مركا وحال سوى ما وحي يتصل حريره اسناده سنته بسمع كل راوي يعني حريرك محاك يعني بسمع كل راوي بعد سببية لي هذا بس كسبب قد درس أحد أنسى بسبب سمع كل راوي راوي كاستمقل كدرتير بالحرير للمصطفى إلى المصطفى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالمتصل سنة كيف حريري وواضح وها ألا لا أقول لي لكن المصطفى ذا صلى الله عليه وسلم انت مركو كبحي بوحو قلي المسلسل 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 حديث المسلسل حديث كيوي ايه مسلسل مسلسل قل واحد ترى هذا ما كيوي اتا كيمد على وصن تلمان تلمان حديث كتلمان شيخ تلمانت الشيخة لشيء أقول مركو حديث كشيء مثل أما والله إلهي ما كنت أرتاي أم بقاني وحي ورمي الفتى ويلك كذلك السدوة كلام قد حدثني هو ورمي قائما نسوق التاجن أو بعد أن حدثني أما مركو ورمي كذب وتبسم قصلي حديث كمسلسل كلي لهذا وما تتابع رجال إسناده عند روايته على حال لهم ما تتابع رجال إسناده عند روايته على حال لهم وحديثك أي أذكرها عين رجع ورينا إياه مالك أي ورينا إياه حالة إليه حديثك أي أذكرها عين رجع ورينا إياه مالك أي ورينا إياه حالة إليه وحديثك أذكرها عين رجع ورينا يا مركي ورينا يا حالة إليه سي مثلا مثلا واحد أذكرها عين حالة قولة سي حديثك راح كلي هذا حديث معاذ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ حكير بركو توي يا والله يا معاذ والله إني لا أحبك معاذ إلهي ما كنت أعطي وقف جعله فلا تدعنا معاذ والله إني لا أحبك معاذنا أرض يسي أيوه حكيري والله إني لا أحبك بس كل شيء حديثك بروح حكيري والله إني لا أحبك أرضينا أرضي سوى تابعي تابعي وحو كل مركو شيء والله إني لا أحبك حديثك نوع عصوك لو حالي هذا مسلسل وحالي هذا مسلسل تاسو حالة قولية وي وحي كلو يسوق إيمان كران حالة فعلية صدا شيخو تسالي حدثني قائما شيخي حديث كان وحو ايش سوى التاجن شيخ كوحي كان وحو رانا يا شيخي حديث كان وحو ايش سوى التاجن شيخي حديث كان وحو ايش سوى التاجن تلمان بس كوض راعي اما مركو ايش شيخي بقصلة وبعد ان حدث تبسم فعل بس كوض راعي مركان خلاصة وحو حديث كمسلسل كا وحديث كا رواد كلا ورينا يسه مدبا مركو ورينا يوشيغ ايو حالة دي اوكسونا الشيخيس مركو اوشيغي مسلسل باليرا محي فايدين يسه محي فايدين يسه وحي كنت سيسا لا رو يعني حديث كا انو آد سكتي عنو نصوح دي الى اوكا
أنا يا حالد وشيخي سوق سبنا بس كم شيء شيخي بس كم شيء بقصلي يعني يا الله من كان وحدي سيف عم بس وحدي وحصوص تاع قابكو أهامر كل شيء ما صوما أمرك هاد الشيء الشيء أنا سيف عنه وحصوص تيد واحد شيء سهبل بس كم يورم أي سوى صا يساس يورم سوى تاعم بيشيء سوى تيفا بيشيء سوى صعنة يشيء سوى مركو يشيء وقصلي مركو يشيء جايبو جرك قبطي يعني يوم هاي صلصال كاسالي وما تتابعه الجال اسناده عند روايته على حال النوم ومتك يذكرها عين رجا ورينا اياهي حديثك رجا ورينا يذكرها عين مركا يورينا ايان حالة اليه شيخ مركا سوء شيخ سي التقليده شيخ سي سوءها ويستاقي مركو مرة يوميشي حديث كما تقول سوق على الشيخ سوق التاجن وشيخي سوق التاجن وشيخي وشتاج يقول لي حديث شيخ يقول لي شيخ سوق التاجن أرضي أنا مركو واتاجنا شيخ سوق التاجنا شيخ شيخ سوق التاجنا شيخ شيخ سوق التاجنا هكذا أما إرجي معاذ وكلا النبي عليه الصلاة والسلام كثير وكلا معاذ حكير وهم كتعلى معاذ وكثير معنا تابعي وحكير وهم كتعلى تابعي وهم حكير تابعته وهم كتعلى لكن inay sa inay wada xariirto oo rag oo dhan ay xaaladaasi isku wada aadahay aad bay u adagtay aad markaa xadiidka musalsalka aad u yiri xadiidka musalsalka ah waa yiri inuu saxiix noqdo aad bay u yirtaa meel buu ka go'go'a laga yaabo qaal musalsalun waxa tiraa musalsalun musalsal qul waxa tiraa ma ki weeyaa cala wasin ataayimid cala wasin mithlu ama wallahi ilaahi baan ku dhaartay anbaan ilfata ninkii dhalinyaradaha waxa uu yiri fataa waxa la yiraahdaa markii la amaanayo fataagu dhalinyarada kaliya maaha laakiin waa dhalinyarada kartida leh in daahana u yar kuna darsaday karti cilmi ama geesinimo ama waxtar kale u weheliyo baa layaan fataa kadaaka qad xadathanihi wa ayuwa rama qaaiman aw baada ahna hadi oo qabaailku markay leeyihiin oday yani hogaamiya oo waxay kaloo yeeshaan nin dhalinyara oo fircoon fircooni iyo dadnimo u raacday kaa marka waxaa la yeeshaa fataa sida cali ibn abi talib oo kale oran jiray fataa quraishi quraish ninkeedii dhalinyarada qaaiman bacda an xadday wa bacda an xadathani markuu ii waramay kadib ayuu tabassama qoslay markuu ii waramay kadib ayuu hee muusooday tabassumku waa inaad dhoola cadaysid wey halkaan markii horaan soo internetkiisu gal waayay xawaan soo dhaanay halkaan markii inaan ku joojinayaan halkaa casiiskii mashhuurku xogaa sharax dheeri u baahan yihiin wallahu aclam subxaanaka wa bixamdika.